السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله، هذه نفس الشيء 12 فولت زايد 55 امبير، معكوسة طبعا، يعني لما تعكسون التليفون يطلع صح، لأن من هي الجهة. أولا، وين أيام بطاريات الطيبين؟ يا سبحان الله، كانت أول بطاريات في الثمانينات لين التسعينات، كان 5 سنين تشتغل بطارية، أصلا تنسى وين مشترينها، وين الإيصال، وين الجرنتي، وين الضمان، تنسى هالشي. 5 سنين 6 سنين سيارة تخترب والبطارية ما تخترب. أيام الطيبين، طبعا بطاريات الطيبين دائما تكون عندك اسبانة رقم 10، البطارية 10، السالب والموجب 10. طبعا هذه هنا تفتح من فوق لان فيه مجال، لكن هنا ما تمشي. حق هنا هذه 10، هذه نفس الشيء 8 10 12 للمهمات الصعبة. الحين بسم الله نبدأ. أول بنفك القاعدة، طبعا هالقاعدة الصراحة سهلة جدا، يعني سهلة جدا، نفكها شوية خلاص تبدأ تتحرر، يعني مكان واحد يكفي، لأن في هنا في كلابين فيه يمين ويسار، أو كلاب في اللغة العربية، كلاب كلاليب. هاي فكينا، تحررت البطارية. نبدأ نفك الإسبانة العادية، بطل هذا سيفتي، أمان عن الشوك، ضروري إنه واحد ما ينسى يسكره. هذا نخليه بعيد أساس إنه نركب البطارية بسهولة. طبعا هذا نفس الشيء في خالي، مكان خالي هنا أساس إنه ما يشوط، أساس إنه ما يتلامس، ممكن الحين هنا يتلامس يشوط، لكن البونيت يعني في عازل ما يلامس ما يشوط. يا حبذا منزين شوي زيادة بيكون أحسن، يعني مثلا لو أحطي هذا هنا ممكن يعني يلامس. بهالطريقة نبدأ، يعني هذا المقبض موجود هنا أو العروة موجودة هنا، يعني ما نتابع مارنا ونشيل كذا صعب، لا العروة موجودة، هذه العروة. بسم الله، هذه نقدر بعدين نلف عادي يعني. طبعا ما دام الحين بطلنا هذا بننظف هذا عن الوسخ، فرصة يعني الحين بطلنا البطارية غسلته بهالطريقة. الطريقة هذا الحوض يمسك البطارية، يحافظ عليها عن الخدوش أساس إنه ما تنطر تعرض الخدوش أو تنكسر، هذا يحافظ عليها. هالطريقة نفس الطريقة، نفس البطارية، نفس القوة. هذا ما مسك في الحوض، هالطريقة ننظف شيء نطرقه عن الغبار. هذا عازل، نجيب هذا
الجلاليب هذه علق من الجهة الثانية طبعا هذا الشلاب نحاول نخليه من برا مو من داخل على اساس انه يخدش البطارية الشلاب اللي موجود هذا نخليه هاي الجهة من برا الطريقة مثل ما قلنا هذا الشلاب هناك هذا الشلاب نخلي من برا هذا هو هذا الرأس هذا نخليه من برا يعني ما نخليه من داخل هنا يمكن يضرب البطارية يطرق البطارية في حالة ان يكون يرتخي مثلا تهتز البطارية يعني من الاهتزاز ممكن يطر البطارية فنخلي برا وهذه الجهة نفس الشيء هذا هو برا فهو يعني نفس الشيء جهة ثانية يمسك يكون من داخل بهالطريقة من داخل لكن ممكن يخدش البطارية هالطريقة صحيحة بعد ما نتأكد يعني نشد عليه الحين نحاول يعني نخليه نضبطه في الوسط الحين يعني ما تهتز البطارية استقرت في مكانها فنبدأ نشد أو نزر عليه طبعا نشد من جهتين ما نشد زيادة مجرد ما يوقف يعني خلاص ممكن هذا الضغط يكسر البطارية عادي يعني لما تشد الشد لما يكسر حديد مسك 100% الحين نبدا سواء بالموجب او بالسالب عادي يعني هذا السيفتي امان نبطل السيفتي ونركب الموجب هذا الموجب الحين ركب الحين بنبدا بنشد عليه خلاص وقف نتأكد ما يتحرك ثابت ركب السيفتي الشيء الحلو هنا يحشر هنا ويضغط شيء زين ان هذا يحشر هنا خلاص ما يتحرك بعض السيارات لا يتب يتحرك او يهتز لكن هذا يحشر هنا يعني ما يتحرك ثابت نبدأ تركيب السالب دائما قلنا نودي هذا بعيد اساس ان لما بنركب البطارية يعني هذا ما يكون عائق او حجر عثرة فنوديه بعيد على كيفنا السالب الموجب مثل ما ركبنا البطارية مثل ما شفتوا فحين نرجع نبدأ بالشد احيانا السيارة لما نشغلها ما تشتغل نتأكد من هذا إذا كان رخي ما يوصل كهرباء نتأكد من هذين سالب الموجب إذا واحد فيهم أو اثنين هم رخيات ما تشتغل السيارة ما يوصل كهرباء نتأكد ننزل أي شيء في السيارة موجود ما نترك أي بقايا خاصة يعني خلقان وأشياء ممكن يعني السير يلف الأشياء ما شاء الله ما
دقة واحدة أو دقة سلك. وشكرا.